السلام عليكم اختي، مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعنا لكم ان شاء الله اليوم فيديو على الخاوه دايرين شعر اشعار، يعني لمحبين الاشعار. اليوم جبت لكم على الخدمه نقيه ما تعجبتني يا ودي، حبيت ننشرها ابداعات الخاوه. المهم اوكي، قبل بدايه هذا المقطع ما تنساوش تعطونا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهذه راه في خاطر المخالف الفيديو هذا. اوكي خاوتي، خلونا نسمعوا الشعر. ادخل ما تحشمنيش يا ودي، مش كيما هاك يا ودي، مش كيما هاك حشمني ويلي. الميكرو بهذا ونشعل وقصبته ديريكت تدخل. روح اكتيالي. اوكي، يقول لك هذا ان شاء الله قام نديش كوبي رايت. يقول لك هذا الكاس والبراد والقارو مبروم، هذه من تأليف سعد ومن اداء جمال بالربح، نجار يا ولدات نجار. بسم الله، من سيدي مخلوف اللغوات تم المقصود، اللي نبدا بيها كلامي والمنشاد، بلاد الخير والرفيس والمرجود، وقهوه بالشيح عشقوها كاع العباد، من بلاد النعجه ابدا ما تعود، دهمي بولا بقال مزينها بتراب وبلاد، والقرار الحمراء وكافها المرفود، قواد مثلي اللي نساو العباد، فوت على حمده اللي ما تردها حدود، والمريقه فكرها بزينها وداد، كمل شويه وكون مشهود. علام زي مكبر وبواد تلحق للمرجى منها وقف القعود، باه تدخل البلاد ما يكفيني فيها بلداد، هذه الأغواط مشهورة بالضيافة والجود، وشعب في أصله مازال شاد، القواطين تقول لك باب ما هو مسدود، والواحات عمارة وخير البلاد، أحكم المقطع تعرف المعنى المقصود، من اسمه يا خير العباد، تدخل البلاد اللي تخمم فيها موجود، والمعمورة اللي عندها قاع المراد، عقب المقام توحد الرب المعبود، والجامعة تكون لك المرصاد، وعلى السواد قية وحيطها المهدود، بصح ناسها ما يهدهم هداد، بنت شهرة كي تخرج الحدود، وقصر الحيران يحلى فيها الرقاد، هذه من بلاد الرفسة والمردود، ولي ذمها والله عليه تسواد، أحي أحي. المهم خوتي، كيما راكم تشوفوا هذه الاول شعر، واذا عجبكم هذا الشعر راح ندير لكم حلقه واحده اخرى ان شاء الله، اذا لقيت معناتها اذا قاشي كتبتوا لي في كومنت راه عجبني كذا زدنا شعر واحد اخر. راه كاين واحد ثلاث اشعار، هذا الشعر الاول ورينا لكم قالوا زوج واحد فيهم حاجه زينه، ونتمنى يعجبكم. راح ندير لكم ان شاء الله وراء هذا الفيديو، مالا ديروا لنا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا عجبوكم هذا الاشعار رايحين نديروا ان شاء الله زوج حلقات لي قاعدوا تاع زوج اشعار لي قاعدوا. المهم خوتي، تهلاو بارواحكم، تلقاوها زينه اي يمنعك.